أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات تعليم الشطرنج للصغار. ده الفيديو رقم 10B اللي فيه الدرس العاشر الجزء الثاني. الفيديو ده بيستغرق حوالي 15 دقيقة وبيحتوي على الجزء الثاني من الدرس العاشر، وبيبدأ بمقدمة تعريف بالبرنامج مدتها دقيقة ونص، يمكنك تجاوزها إذا كنت اطلعت عليها سابقا. ممكن تتابع الجزء الأول في فيديو رقم 10A، إنما الدرس العاشر متوفر أيضا كاملا في فيديو رقم 10 وبيستغرق حوالي 30 دقيقة. هنشوف في الجزء الثاني الأسئلة والإجابات بعد ما شفنا في الجزء الأول كيف تدون النقلات. ودلوقتي تعال نشوف المقدمة. أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات تعليم الشطرنج للصغار. الفيديوهات دي من إعدادي أنا دكتور عصام حمودة. الفيديوهات دي لمين؟ كل من بلغ عمره 8 سنين فأكتر يقدر إن هو يتابعها بنفسه ويتعلم منها، أو لو أنت كنت مدرب تقدر تستعين بالفيديوهات دي عشان تعلم الشطرنج للأطفال في المدارس أو في الأندية، أو حتى لو كنت ولي أمر أب أو أم، حتى لو ما تعرفش قواعد اللعبة يمكنك إنك تتابع الفيديوهات دي وتنقلها لابنك أو بنتك. إيه هو الغرض من الفيديوهات دي؟ تعليم الشطرنج بطريقة علمية للصغار اللغة العربية، وبيبدأ من طريقة تحريك القطع حتى يصل الطفل إنه يلعب دور شطرنج بطريقة صحيحة وعلمية. إيه هو البرنامج؟ البرنامج عبارة عن 24 درس للشطرنج، وكل درس بيتكون من مادة تعليمية وبعدين تمارين وبعدين أسئلة وأجوبة. إيه هي طريقة العرض؟ في فيديوهات فيها الدرس كامل، ودي تبقى حوالي 30 ل 40 دقيقة، ولو كان المدة دي طويلة لتركيز الأطفال ففي دروس متقسمة إلى فيديوهين أو ثلاثة مدة كل منهم 10 إلى 15 دقيقة. أقدر أتفرج على الفيديوهات دي فين؟ الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب في قناة اسمها قناة الشطرنج العربي. ممكن تخش على جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، أو تخش على لينك القناة مباشرة ومكتوب قصادك. ودلوقتي تعالى نشوف الفيديو. ودلوقتي جمعتنا مع الأسئلة والإجابات والتدريبات على الدرس العاشر. السؤال الأول: الأبيض يلعب ويفوز والأسود يلعب ويتعادل، هتصمم الموقف اللي قصادك ومرة الأبيض يلعب ويفوز وبعدين تخلي الأسود يلعب الأول ويتعادل، وطبعا تكتب النقلات. فكر والإجابة بعد الموسيقى. آدي الموقف: الأبيض معاه رخ وبيدقين والأسود معاه بيدق وحيد. لازم نلاحظ حاجة في الموقف ده، إن الملك الأسود متحاصر بواسطة البيدق اللي هو الـ F7، منعه من الحركة للمربع G8 أو المربع E8، وفي نفس الوقت الملك الأبيض مانع الملك الأسود من إن هو يجي في المربع G7 أو المربع E7. فالملك الأسود ده ما عندهوش أي حركة، فالأبيض لو عليه النقلة ما عليهوش غير إن هو يدي كش للملك الأسود ده من أي حتة، هتبقى كش مات. فالأبيض معاه رخ فهيحركه من A3 للمربع E8 ويدي كش مات للملك الأسود بالمنظر ده. الرخ بيدي كش للملك من على الصف، والملك ما عندهوش أي حركة فدي تبقى كش مات. ونكتب النقلة R كابيتال اللي هي الرخ اللي كان في المربع A3 اللي هو المربع ده شرطة، يعني انتقل إلى A8 اللي هو المربع الجديد وإدى كش مات، وأدي علامة الكش مات. كده يبقى احنا حلينا ان الابيض عليه النقلة. طيب تعال نشوف لو النقلة على الاسود. الملك الاسود ملوش حركة زي ما احنا قلنا، فما يقدرش يحرك حاجة غير البيدق اللي هو على الاي2، والبيدق اللي على الاي2 ما عندوش حركة غير ان هو يتقدم الى المربع اي1 ويرقي. فدلوقتي الاسود لازم يرقي حاجة هنا هوت تجبر الرخ ان هو ياخده، ولو أخده خلاص هيبقى الملك بتاعه في حالة
مات مخنوق عشان مش هيكون واخد كش، وفي نفس الوقت ما عندهوش حركة. فلو هو رقى لوزير، الوزير هيدي كش للملك على الوتر، وفي نفس الوقت طالب الرخ على العمود. فلو الملك اتحرك بعيد عن الكش، الوزير هياخد الرخ والاسود هو اللي هيكسب. فالابيض ما عندهوش اي نقلة غير ان هو ياخد بالمنظر ده، وبكده تيجي النقلة للاسود ومفيش غير الملك، والملك ما عندهوش اي حركة، وفي نفس الوقت في الوضع ده ما بياخدش اي كش، فاذا الملك مات مخنوق. طب نكتب النقلتين دول ازاي؟ وهنا لازم نلاحظ، لما تبقى النقلة على الأسود بنحط شرطتين عند المكان بتاع نقلة الأبيض، وبنبتدي بنقلة الأسود اللي هو البيضة اللي كان في الـ E2 اللي هو المربع بتاعه الأصلي، شرطة اتحرك إلى الـ A1 اللي هو المربع الجديد وجاب وزير، والوزير بيدي كش، أدي علامة الكش. فالأبيض أخد الوزير اللي هو R اللي هو الرخ، A3 اللي هو المربع اللي كان فيه takes A1، ال A1 اللي هو أي حاجة كانت على المربع A1، يبقى آدي نقلة الأسود. إحنا كده حلينا السؤال، إنما أنا عاوز نشغل مخنا في حاجة تانية. إحنا قلنا إن الأسود هيرقي البدق بتاعه لوزير، والرخ بيضطر ان هو ياخد الوزير وبينتج مات مخنوق للملك الاسود. طيب هو لازم الاسود يرقي لوزير؟ ما ممكن يرقي لرخ او لفيل او لحصان. هل الموضوع ده هو هيفرق؟ هيفرق كتير قوي. طيب تعال نشوف ازاي. نفترض الاول ان الاسود هيرقي لحصان بالمنظر ده. هنا الحصان ما بيدقولش كش للملك، وفي نفس الوقت مش طالب الرخ. طبعا دلوقتي لو الرخ اخذ الحصان هينتج مات مخنوق، لكن الرخ مش مضطر لكده، فهو ممكن يكمل في خطته الاولانيه ويروح للمربع E8 ويدي كش مات للملك. طيب تعال نشوف لو الاسود مرقاش البيدق بتاعه لحصان ورقاه مثلا لفيل بالمنظر ده. الفيل صحيح بيدي كش للملك، انما مش طالب الرخ، فالملك ممكن يتحرك لاي مربع زي مثلا المربع G6 ويبعد عن الكش. وبعدين دلوقتي الابيض معاه رخ وبدائين قصاد فيل، الابيض هيكسب بسهوله. طيب افرض ان الاسود رقى لرخ بالمنظر ده. دلوقتي الرخ مش طالب الملك بكش، لكن طالب الرخ الأبيض، ولو ادى كش للملك من الـ A8 الرخ الأسود هياخده، ويمكن الأسود هو اللي يكسب. فالحقيقة الأبيض برضه هو اللي هيكسب، معتمد على إنه معاه بدائين زيادة، إنما بطرق أخرى مش وقتها ان احنا نعرفها دلوقتي. يلا نشوف السؤال التاني. السؤال التاني، النقلة للأبيض ولعب كوين G2 تيكس G6، هل النقلة دي جيدة أو لأ؟ فكر والإجابة بعد الموسيقى. ادي الموقف قصادنا، الابيض معاه وزير ورخ وتلات بيادق، والاسود معاه وزير وحصان وتلات بيادق. ولازم هنا نلاحظ ان التلات بيادق الاسود مش بيتحركوا عشان قصادهم تلات بيادق ابيض. فالابيض لقى ان الوزير الاسود ده هو قصاده، فاخده بالمنظر ده اهوت كيو اللي هي الكوين اللي هو الوزير اللي كان في الجي 2 اللي هو المربع ده، تيكس يعني اخد جي 6 اللي هي الحاجة اللي كانت على الجي 6 اللي هي كانت الوزير الاسود. ودلوقتي الاسود عليه النقلة،
والملك في حالة مات مخنوق. ليه؟ عشان قلنا إن البيادق الأسود ما بتتحركش، والملك الأسود ما بيتحركش عشان الوزير منعه من المربع G7 وG8 والمربع H7. مش فاضل عند الأسود غير الحصان، والحصان ممكن ياخد الوزير، ولكن الحصان ده ما بيقومش. ليه؟ عشان هو لو أخد الوزير هيخلي الرخ الأبيض في حالة كش مع الملك الأسود. إذن دلوقتي الموقف، الأسود مش واخد كش، والحصان ما بيتحركش، والبيادق الأسود ما بيتحركش، والملك ما بيتحركش. إذن الموقف ده مات مخنوق للأسود والدور تعادل. كده إحنا جاوبنا على السؤال ده، إنما برضو عاوزين نشغل مخنا شوية ونقول أحسن نقلة للأبيض في الموقف ده هو إيه؟ أنا شايف إن أحسن نقلة للأبيض إن الرخ ده تاخد الحصان اللي على الـ F8، ودلوقتي الرخ بتقول كش للملك، والملك لازم يتحرك، وبعدين هيبقى الأبيض معاه رخ ووزير قصاد وزير، والأبيض هو اللي هيكسب بعد كده. إذن النقلة بتاعت كوين G2 تيكس G6 دي نقلة سيئة. السؤال التالت، في الموقف اللي قصادنا ده النقلة للأسود ممكن يلعب ويدي كش مات للملك الأبيض في نقلة واحدة، إيه هي؟ ولو الأسود عاوز يدي مات مخنوق يلعب إيه؟ فكر والإجابة بعد الموسيقى. آدي الموقف قصادنا النقلة للأسود، ونلاحظ إن الملك الأبيض ملوش أي حركة، الفيل اللي على الـ F2 منعه من إن يجي في المربع G1 أو E1، والرخ بتاعه اللي في E2 منعه من إن هو يروح للمربع ده، والملك الأسود منعه إن هو يجي في المربع G2. يبقى دلوقتي أي كش للملك هينتج منها كش مات. فالأسود عنده الفيل بتاعه اللي على D7 يحركه للمربع H3 ويدي كش للملك، تبقى كش مات بالمنظر ده. دلوقتي الفيل بيدي كش للملك من على الوتر، والملك في حالة كش مات، وآدي النقلة بيشوب اللي كان في الدي 7 راح للـ H3 وإدى كش مات. ودلوقتي عاوزين نشوف نقلة للأسود تخلي الأبيض في حالة مات مخنوق. الأبيض الملك بتاعه ما بيتحركش زي ما احنا قلنا، إنما الرخ بتاعته حرة للحركة، يبقى لازم نجعل الرخ الأبيض دي ما تتحركش، أو زي ما احنا بنقول في لغة الشطرنج ما تقومش. فممكن الفيل يجي للمربع B5 بالمنظر ده. دلوقتي الفيل بقى مع الملك على نفس الوتر وبينهم الرخ، فالرخ دلوقتي ما يقدرش يتحرك وإلا الملك بتاعه يتعرض للكش. وبما إن الملك الأبيض مش في حالة كش، إذن الأبيض في حالة مات مخنوق، والنقلة هي بيشوب اللي كان في الدي 7 اتحرك إلى البي 5 وكده أنتج مات مخنوق. السؤال الرابع، النقلة للأسود عنده يدي كش مات في نقلة واحدة، إيه هي؟ وعنده كمان أربع نقلات بينتج منهم موقف مات مخنوق للملك الأبيض، إيه هم؟ فكر والإجابة بعد الموسيقى. آجي الموقف قصادنا، ولو جينا لموقف الملك الأبيض هنلاقيه ما عندوش أي حركة، البيدق بتاعه الأبيض في المربع E4 منعه إن هو يروح للمربع ده، والبيدق الأسود اللي في الـ A5 منعه إن هو يجي في الـ B4، والبيدق الأسود اللي في الـ B3 منعه إن هو يجي في الـ A2، والملك ما يقدرش ياخد أي بيدق أسود علشان الملك الأسود حامي البيدقين بتوعه. فإذا الملك الأبيض ما عندوش أي حركة،
وأي كش له في هذا الوضع هيتنتج كش مات. طيب نيجي للأسود. الأسود البيدق بتاعه بتاع الـ A5 ما يتحركش عشان قصاده بيدق في الـ A4، وكذلك البيدق بتاع الـ B3 ما يتحركش عشان قصاده بيدق في الـ B2، وطبعا الملك مش هيدي كش، فما فيش غير البيدق اللي هو في الـ B2 إن هو يتقدم للمربع B1 ويدي كش للملك الأبيض. طب إيه اللي ممكن يترقى له ويدي كش للملك الأبيض؟ مفيش غير الحصان. وفعلا الأسود بيرقي حصان، والحصان بيدي كش للملك الأبيض، والملك الأبيض في حالة كش مات. يبقى إحنا كده حلينا نص السؤال، ودلوقتي تعالى نشوف نص السؤال التاني اللي بيقول إن الأسود ينتج بأربع نقلات موقف في الملك الأبيض مات مخنوق. الملك الأسود ممكن يروح في أكتر من مربع من مربعات الرقعة، إنما لو بعد عن البيادق الملك الأبيض ممكن ياخد أي بيدق منهم ويبقاش في حالة مات مخنوق، فما فيش غير المربع بتاع C3 اللي ممكن الملك الأسود يروح له ويبقى في نفس الوقت حامي البيدقين اللي هم في البي 3 والبي 2، وكده يبقى الملك الأبيض عليه النقلة وهو في حالة مات مخنوق. وآدي النقلة كينج اللي هي الكي كابيتال اللي كان في السي 2 يتحرك إلى السي 3 وأنتج موقف مات مخنوق. طيب دلوقتي نشوف الثلاث حركات بتوع البيدق اللي ممكن يعملهم، وهما طبعا الثلاث حركات اللي هو يترقى لهم فيما عدا الحصان. يعني ممكن البيدق يترقى لفيل، وكده الفيل ما بيديش كش، إنما الملك الأبيض في حالة مات مخنوق. أو ممكن يترقى لوزير، وبرضه الوزير ما بيديش كش، والملك الأبيض في حالة مات مخنوق. وآدي النقلة B2 شرطة B1 كيو اللي هي الكوين. آخر نقلة للبيدق اللي في B2 ممكن يترقى لرخ، وبرضه الرخ مش مدي كش، والملك الأبيض في حالة مات مخنوق. يبقى آدي الأربع نقلات بتوع الأسود. يلا نشوف السؤال اللي وراه. السؤال الخامس، نفذ من الوضع الابتدائي، يعني هنحط رقعة عليها القطع كلها في الوضع الابتدائي، وهقولك على نقلات تنفذها واحدة ورا التانية. أول نقلة E2 E4 والأسود يلعب E7 E5. تاني نقلة نايت G1 شرطة F3 والأسود يلعب نايت B8 شرطة C6. النقلة التالتة بيشوب F1 شرطة C4 والأسود يلعب نايت G8 شرطة F6. نفذ التلات نقلات دول همت، وعاوزين نعرف الموقف هيوصل لإيه؟ فكر والإجابة بعد الموسيقى. آدي النقلات مكتوبة E2 E4 مش هنقول خلاص الشرطة دلوقتي، E7 E5 Knight G1 F3 Knight B8 C6 Bishop F1 C4 Knight G8 F6. تعال نشوفهم على الرقعة. E2 E4 E7 E5 Knight G1 F3 Knight B8 C6 Bishop F1 C4 نايت G8 F6، وده الموقف اللي هنوصله. وبكده ينتهي الدرس العاشر، وإلى اللقاء في الدرس الحداشر.